بلادنا المعمورة لو 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 لالي لو 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 لالي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة صباح الخير بنهار جديد عم نطلع عليكم فيه ضمن برنامجنا الصباحي صباحنا غير يلي دايما بيكون مع ضيوف متعددة ومن كافة الاختصاصات لحتى نقدم لكم الفائدة والخير بهالنهار إن شاء الله أكيد يكون كله خير وسلام عليكم مشاهدينا ويسعد صباحك ليا صباح الخير يا أريز كيفك اليوم؟ الحمد لله نشكر الله صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا أكيد بنهار جديد حلو نبدا نهارنا انه نكون هيك متفائلين يا رب بالخير وان شاء الله بيحمل اليوم كل الخير والنجاح والمحبه لكل مشاهدي الاخباريه السوريه وتكون الخطوات يلي عم نرسمها ويلي عم نمشي فيها موفقه ومليانه بالنجاحات ودائما اكيد نوجه تحيه لابطالنا ابطال الجيش العربي السوري مبروك الانتصارات يلي عم تحققوها والله ينصركم يا شباب بكل خطوه بتقوموا فيها صباحنا أكيد رح يبلش ولكن بعد الفاصل هذه دمشق هذه دمشق وهذه الكأس والراح إني أحب إني أحب وبعض الحب ذباح أنا الدمشقي أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال عناقيد وتفاح أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا وما لقلبي إذا أحبب جراحوا وأكيد رح نبلش بأخبارنا المنوعة وبداية جولتنا لليوم مع ابتكار جديد أطلقه العلماء وهو أول صمام تاجي اصطناعي بروسيا بيزرع بواسطة القسطرة وبيصنع كهيكل الصمام من سبيكة بتتألف من النيكل وتيتانيوم وبتصنع شرفتا الصمام من غشاء قلب العجل التمور ويخطط الأطباء لزراعة الصمام عن طريق القسطرة وتعد أمراض الصمام صمام التاجي من أكثر أمراض القلب شيوعاً وجرت العادة أن تعالج هيدا الأمراض بروسيا عن طريق جراحة القلب المفتوح إلا أن زراعة الصمام الاصطناعي سوف يختصر خطوة كبيرة لمرضى القلب يعني أريج دائما نحن لازم هيك نفوت بأجواء المونديال وبعد مبارح ما طلعت البرازيل أكيد هارد لك لنا رح نروح لمصر بعد ما طلعت مصر بنهائي بكأس العالم لكرة القدم سعى مشجعو كرة القدم لمواساة حالهم بتحويل نموذج للكأس المميز للبطولة لشيشة أو أرجيلة ويمكن للشيشة المصنوعة على شكل كأس بلون الذهب
انه تتحمل الحرارة ولقت اقبال كتير كبير بالمقاهي بجميع انحاء مصر، وايضا تم البدء بتصديرها لدول تانية. وحضر لي احد المستوردين العرب للقاهرة خصيصا لشراء الشيشة المصممة على شكل كأس العالم لدعم تصدير المنتجات المصرية وليعيشوا اجواء المونديال. خلونا نتابع مع بعض. كلنا كنا بنحلم ان احنا يعني نوصل لحاجه حلوه في كاس العالم، بس القدر سمح لنا بكده، فخلاص مفيش كاس عالم بقى، مش قادرين نجيبه بقى حقيقي. جبناه شيشه، جبناه فانوس، جبناه اللي نقدر عليه يعني. بداية ما نزلت على السوق بالماتشات والمونديالات، وخصوصا وقت كان موجود المنتخب المصري ضمن التشكيلات لسه ما يعني قبل ما يخرج، خسارة اللي طلعت، فكان الإقبال عليها كثير قوي بالكافيهات، بس بعد خروج منتخب مصر بدأ الإقبال عليها يخف، وظلينا معتمدين على موضوع التصدير على اعتبار انه في دول لساتها طالبة لهذا الشكل او لهي الشيشة بشكل عام. رح نضل بأجواء المونديال أكيد، ومثل العادة ومثل السوشيال ميديا يعني هلأ النجم نيمار، النجم البرازيلي نيمار، صار قدوة لكثير من الناس بالسقوط وبالتدحرج كمان. قليل امبارح شو وقع من أول ما روح فرص بالوقعات تماما يعني لينتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر فيه أطفال صغار وهن عم يقلدوا نيمار خلال تدريبهم من أجل تعلم إهدار الوقت بالمباريات. نيمار نيمار على علوي يشوف هيك فيديو انزل اكيد شايف هلا صارت درجه نقول نيمار نقوم من الدحرج يعني فرص بالفعل امبارح راحت للمنتخب البرازيلي للاسف، وكل المشجعين البرازيل امبارح يعني كان زعلوا. صحيح الفرق الكبيره يعني لنشوف
حظ الكاس لمين هاي السنة، وبعد جولتنا المنوعة أكيد وأجواء المونديال وأكيد الدراسات يلي قريناها اليوم وطرحناها عليكم، رح نروح ونتعرف على معلومات جديدة وغريبة بفقرة هل تعلم؟ معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا وبنحب نتذكرها، ومعلومات بنجهلها وبنحب نتعرف عليها. هل تعلم أنه 82% من الطلاب بيتظاهروا بالتركيز مع شرح الأستاذ حتى ما ينسألوا أي سؤال؟ وهل تعلم أنه الشوكولا والبيتزا بتفرز بالجسم مواد كيميائية مطابقة للي بيفرزه جسم الإنسان لما بيشعر بالحب؟ وهل تعلم أنه الشخص المعتاد على الفوز بألعاب الفيديو بيمتاز برجاحة العقل والسرعة باتخاذ القرارات؟ وهل تعلم أنه الدماغ بيتذكر 15% بس من الأحداث اليومية؟ أما هلأ صار وقت لنروح سوا ونقلب بصفحات التاريخ لنشوف مع بعض أهم الأحداث بهالتقرير. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1951 بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1969 أصدروا مرسوم اللغة الرسمية في كندا، والذي بموجبه يتم إقرار المساواة في استخدام اللغة الفرنسية والأجنبية في جميع أركان الحكومة الفيدرالية. في عام 2003 تأسيس الحزب الشيوعي الموحد في أرمينيا. في عام 2005 هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل أدى إلى مقتل 52 مدنياً وجرح حوالي 700 آخرين. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1843 كاميلو غولكي، طبيب إيطالي حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906. وفي عام 1922 بيير كاردان، مصمم أزياء فرنسي. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1901 يوهانا شبيري، كاتبة قصص أطفال سويسرية. وفي عام 1930 آرثر دويل، كاتب إنجليزي ومبتدع شخصية شارلوك هولمز. صباحنا لسه بأول، ممكن سوا نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. ضمن حكاية اليوم شخصيات كتير تركت أثارها بحياتنا، مين شخصيتنا لليوم؟ خلينا نروح ونتعرف عليها سوا. آرثر إغناتيوس كونان دويل، طبيب اسكتلندي وكاتب مشهور، ولد في إنجلترا لعائلة ذات أصول أيرلندية عام 1859. درس الطب في جامعة أدنبرا بين العام 1876 و1881. عمل لبعض الوقت خلال سنوات الدراسة، وبدأ بكتابة قصص قصيرة، وكانت قصته الخيالية الأولى مزرعة غورسيرس. ثم نشر قصة لغز وادي ساسا التي تدور أحداثها في جنوب إفريقيا في عام 1879. نشر أول مقال أكاديمي له في المجلة البريطانية الطبية. عمل دويل كطبيب على متن قارب لصيد الحيتان في عام 1880، وبعد تخرجه من الجامعة عمل مجدداً على متن قارب يبحر في الساحل الغربي لإفريقيا، وأكمل دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه عام 1885، وكان موضوع الدراسة مرض التابس الظهري. في عالم الأدب اشتهر بتأليفه لقصص المحقق شارلوك هولمز التي تعد معلماً بارزاً في الأدب البوليسي. في عام 1906 كتب 7 روايات تاريخية، والتي يعتبرها هو والعديد من النقاد أفضل أعماله، كما ألف 9 روايات أخرى.
ولاحقا بين العام 1912 و 1929 ألف 5 قصص والتي ظهرت فيها شخصية البروفيسور تشالينجر، وتعد هذه القصص من أعماله الأكثر شعبية بعد قصص شارلوك هولمز. كتاباته كانت غزيرة، تضمنت قصص الفانتازيا وقصص الخيال العلمي والمسرحيات والروايات الرومانسية والواقعية والتاريخية. توفي دويل نتيجة لسكتة قلبية في 7 تموز عام 1930 وهو يبلغ من العمر 71 عاماً. محطاتنا الأولى لليوم رح نتعرف فيها عن طريق الحياة يلي كتير مندور عليه وبيدور عليه خبراء التنمية واللي بيسموه الطريق السحري، هو طريق عن كيفية تفكيرنا بالحياة والوصول لأهدافنا. هل فعلا هالطريق سهل وبسيط؟ كيف ممكن نوصل لمفهوم الريادة الشخصية بحياتنا؟ رح نتعرف أكثر مع ضيفنا الدكتور إيهاب الجندي، مدرب تنمية بشرية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير لمشاهدينا. صباح الخير، أهلا فيك دكتور. بالبداية هيك خلينا نتعرف مع حضرتك، شو يعني الطريق السحري؟ يعني انه في شيء هيك بالحياة ولا هو تمام. هو مسمى تحت يعني هلا هو مسمى بصراحة نحن طلعناه هيك لحتى يلخص شغلة كتير أساسية. أوكي. هي منين طلعت فكرة الطريق السحري؟ الطريق السحري هي فكرة، بس كنا نحن دائما مثل ما بيقولوا عم نكبر وعم بنشوف مثل ما بيقولوا أحلام اليقظة، انه انا كبرت وصرت وعملت واخذت الشهاده الفلانيه ووصلت لشيء معين. فهي اول فكره. الفكره الثانيه اياما مثل هدول اللي بيشتغلوا مثلا بتوصيل اشياء مثلا من محل لمحل، بده معه وقت معين ومعه تاسكات معينه ومعه شغلات معينه لازم يوصلها بالوقت، فبده يشوف الطريق صار والاسهل له وبيطلع فيه مثل ما بيقولوا من الشغلات اللي فيها زحمه لحتى يوصل لهذا الشيء. هذا الشيء بينعكس حقيقه على حياتنا، انه احنا بحياتنا في عندنا طريق بدايه ونهايه، ولكن في عده طرق فينا نوصل لهذا الموضوع. الطريق السحري هو الطريق اللي بيوصلنا للشيء اللي نحن بدنا اياه باقصر الطرق وباقل مثل ما بيقولوا الاثمان وبافضل النتائج. هذا هو ملخص لفرق الشيء اسمه الطريق السحري. كمان حابين نتعرف اكثر على مفهوم الرياده الشخصيه وكيف ممكن تحقق. تماما، مفهوم الريادة هو مفهوم حقيقة صار هلأ كثير يعني نحن من الداول، وحتى صار في مواد في الجامعة بسموه ريادة الأعمال. الريادة هو يعني مفهوم كثير كبير حقيقة وفي له منح كثير كبيرة، بس نحن رح نلخصه بشكل بسيط كثير. الريادة أنه أنت تكون أنت مثل ما بيقولوا الصدارة وتوصل القمة الشخصية، قمة القمة الشخصية لكل شخص فينا، أنه أنا حابب أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه، فأنا أكون في شخص ريادي فيه، مثل ما بيكون كنا بالمسابقات ونحن صغار كانوا يقولوا الريادة باللغة العربية، الريادة في مثلا بشيء معين، ولكن نحن هلا عم نحكي عن الريادة الشخصية. هلا نحن هذا المفهوم صار مفهوم حقيقة كتير كبير وكتير واسع وعم بنحط عليه دورات كتير كبيرة، بس نحن مثل ما قلنا أي شيء بيخلي الإنسان يوصل للطموح اللي بده إياه، يوصل للقمة الشخصية اللي بده إياه، فهذا بسموه طريق الريادة. هي طريق الريادة الشخصية اللي نحن بنحكي فيها بشكل بسيط طبعا. نعم دكتور إيهاب، أي طريق يمكن فيه جوار وفيه طلعات وفيه نزلات، ولكن يمكن كيف فينا نبرمج مخنا أو نبرمج تفاصيل حياتنا أنه نحن نتخطى هي المطبات وما نرجع نوقع بمطبات دائمة، أو ما نستسلم ونرجع للمحل ما انطلقنا؟ حقيقة استاذ كتير سؤال مهم هذا الشيء. رح نحكي بعض النقاط الأساسية. النقطة الأساسية اللي احنا فيها انه احنا حقيقة المبدأ الأول انه احنا بنخجل. نخجل من شو؟ نخجل انه نسأل. فمثل ما بيقولوا في مقولة، قد نشعر بالخجل إذا بدنا نسأل مرة واحدة، ولكن احنا نشعر بالخجل طول حياتنا إذا راحت علينا الشيء اللي احنا ما سألنا عليه. نحن للأسف أياما كتير بتفقدنا مهارة انه نسأل الأشخاص المحيطين فينا، نسأل عن مبدأ الريادة، نسأل عن الشغلات اللي فينا نحن نكتسبها لحتى نوصل. هذا المشكلة حقيقة أنا لقيتها حتى بطلابنا بالجامعة، بس كنا بنعطي دورات أو حتى عم ندرس بالجامعة، في نوع من الخجل أو في عدم التواصل أنه أنا بدي أسأل لحتى أعرف. هذا المبدأ الأولاني. المبدأ الثاني، نحن بحياتنا تقريبا أكثر من 70% من حياتنا هي حياة روتينية. في الصبح بنعمل هالقصة، بنرجع البيت بنعمل هالقصة لثاني يوم، فدائما إذا نحن بنعمل نفس الشيء رح ناخذ نفس النتائج. ففكرة إنه نحن نفس الشيء هي شغلة كمان كتير مشكلة بحياتنا بنشتغل فيها. النقطة الثالثة، التخلص من الأفكار السلبية.
بالدراسات بيقول انه الانسان بيحكي مع حاله تقريبا 70% اكثر ما يحكي مع الناس. وللاسف هال 70% 80% منها هي افكار سلبيه. فيعني ليش شو السبب دكتور؟ السبب مثل ما بيقولوا هلا خلينا نبلش مثل ما بيقولوا الشغلات الفلسفيه هي في شيء مثل ما بيقولوا حوار مع النفس. مو بيقولوا النفس اماره بالسوء. فدائما في حوار نفسي. انت بتقدر انت ما بتقدر لا فيني ما فيني. هذا صراع مثل ما بيقولوا الازلي. هي الصراع الازلي ليس بين الاشخاص ولكن الصراع بين الانسان ونفسه. فاول تخطي لهذا الشيء هو الانسان انه يتخطى هذا الشيء يؤمن بقدراته يقول انه انا في عندي شيء بقدر اشتغل فيه. بس دائما في حوار هذا الداخلي انه انت ما بتقدر انت ما بعرف انت كذا في شيء عم يضعفنا بس للاسف هو من داخلنا. فالنقطه الاساسيه هو الواحد اللي يبلش فيها هو التخلص من هذا الموضوع بتقويه ايمانه بذاته تقويه ايمانه بقدراته. النقطه الرابعه وهي حقيقه النقطه شغله كثير مهمه انه نحن باساسنا بس نحن بنتعلم او بناخذ اي مهارات حقيقه بنكتسب انه انا انبسطت اخذت ماجستير اخذت دكتوراه اخذت الدورات الفلانيه وصلت لهالمنصب فبيوقف كيف النبته انه تخضر بعدين اذا ما اعطت فيها شيء بتبلش مثل ما بقولوا تموت وتضمحل. لا هو في شيء عمليه مستمره وين ما كان ان كان في المدرسه ان كان في البيت ان كان في العمل. هذا الشيء ما لازم نحن نوقف فيه. المبدا الخامس شغله كثير اساسيه هلا الناس عم تتجه للتعلم الجماعي. يعني انا ما ضل انه والله بمسك الكتاب بالجامعه بروح باخذ دوره لحالي. لا صار في شيء اسمه تعلم جماعي. لهيك نحن مثلا بالورشات التنميه البشريه بنشتغل على مبدا التعلم الجماعي. في شيء عندنا اسمه وركشوب او دوره او ورشه عمل. ما ضل في اسمها مثلا محاضره اي يلا انا اعطيتك محاضره بالقياده حلو كثير اعطيتك شيء 50 60 سلايد هالكتاب اقراه صرت انت معلم بالقياده. لا هذا الحكي مو صحيح. صار عندنا شيء تطوعي صار عندنا شيء تفاعلي نحن بين الاشخاص بين بعضنا البعض عم نشتغل لحتى نطبق هي الافكار من بعضنا وننقل هالتجارب بين شخص وشخص. صار في تعلم انه بالتجارب انه انا عملت هالشيء او ما عملت هالشيء. اذا انتقلنا على شغله ثانيه وشغله هي حقيقه مهمه جدا هي فكره الخطه التنمويه الشخصيه. لازم على كل شخص فينا للاسف لحتى يكون عنده رياده لازم يشتغل على موضوع التنمية البشرية والتنمية الشخصية. نحن لو سألنا كثير مثل حناخد شريحة من الطلاب الجامعة 100 طالب الجامعة من كل الاختصاصات نسأل مين عامل خطة تنمية بشرية خاصة فيه بسموها IDP لكل شخص. هذا الشيء ممكن نحن نلاقي 90% من الأشخاص ما عندهم اياه. أو بيقول لك واحد أنا عملت هالشيء بس هيك عم فكر انه اي بعد سنتين بعد خلينا نحكي الحزة. هيك شوي نتطرق شو كيف تنعمل خطه التنميه البشريه. احنا اكيد حكينا بحلقه سابقه بس خلينا نذكر فيها نقول فيها اول تنميه بشريه هي انه انا اعرف وين بدي اروح وين بدي امشي مثل الطريق السحري ده. لازم اعرف الخريطه تبعي. يعني اذا انا اخذت الخريطه الخطا حقيقه راح يكون نتائج غير مرضيه. اول شغله بدي اعرف احط ببالي انا وين بدي اصير مثلا بعد 5 سنوات او بعد 10 سنوات. الفكره تبعي انا هلا حتى هلا مثلا شبابنا هلا اخذوا بكالوريا وبلشوا بده يسجلوا بالجامعات. طيب انا بعد الجامعه شو بدي اعمل؟ هون السؤال الاساسي. في كثير اختصاصات بيقولوا اخي ما مثلا بجوز ما لها وظائف مثلا مثل بعض اختصاصاتنا. لا انت فينك تخلق الوظيفه اللي انت بدك اياها. بس في كثير من الطلاب بيدخلوا جامعه بالفرع اللي هن ما بيرغبوا بس لانه هو طلع لهم. او في كثير من الخريجين هن بيروحوا على شغل ثاني لانه ما صح لهم شغل باختصاصهم. هذا الشيء صار حقيقه. انا حتى صارت فيني شخصيا انا صح. بس طلعت المفاضله وقت ما كنت في الطالب كان بدي مثلا تخصص ما طلع لي طلع لي التخصص اللي بعده فاضطريت انه اطلع اسافر لبرات سوريا ادرس التخصص. شيء طبيعي جدا. بس الفكره طب انا حطيت بامن الواقع شو اعمل؟ لازم بقى بدي بغيره. قدرت غيره كان شغله كثير كويسه. ما قدرت غيره شو لازم اعمل؟ لازم بقى احط الخطه البديله اللي وصل للطريق السحري تبعي. يعني مثلا احنا دارس انا بالاساس صيدلاني دارس صيدله بس كان في شيء عندي طريق سحري هو التنميه البشريه فاشتغلت على حالي بموضوع التنميه البشريه. فهذا الشيء كثير اساسي انه انا لقيت في طريق ثاني انا حابب اشتغل فيه وراح اوصل للناس فيه. فاول شغله لازم اقول انا وين بدي اكون؟ شو الشيء اللي انا بحبه؟ شو لازم انا اعمله؟ في كثير اشخاص مثلا في حتى اللي بيشتغلوا بالتمثيل بالاصل كانوا دارسين تجاره ما لهم علاقه حتى بالمعهد العالي للتمثيل. فالنقطه الاساسيه بس عرفوا هن شو هي النقطه الاولانيه عارف انا شو بدي بس ما بحط خيار واحد بحط اكثر من خيارين او ثلاثه. ليش؟ بدائل. مشان انا اذا هالخيار ما صار فيه بقدر باخذ الخيار الثاني او الخيار الثالث. بلشنا حطينا الخيارات بالنسبه لنا حلو كثير. بعدين بيجي بقول بعمل شيء اسمه تحليل الشخصي لإلي. شو تحليل الشخصي؟ انا شو نقاط قوتي؟ شو نقاط ضعفي؟ شو الفرص اللي ممكن اخذها بحياتي؟ وشو التهديدات اللي رح تمنعني اعمل هذا الشيء؟ طب اذا عملت هذا الشيء انا عندي نقطه قوه، انا شخص طموح، انا لغتي كثير كويسه، معي شهاده عاليه، معي دورات ممتازه كثير،
عندي بس مشكله انه مثلا شوي عندي التواصل شوي ضعيف. طب هذا التواصل رح يساعدني بعدين اذا صرت انا مدير او صرت بشتغل بالشيء اللي بدي اياه، فبعدين بعرف انا شو الشغلات اللي لازم اشتغل فيها لحتى انميها. اخر شيء بلاقي انا شو الفرص الموجوده بالنسبه لي. طب انا هلا بسوريا، في ناس بيقول لك لا انا ما عندي فرص بسوريا، لا في فرص كثير كبيره بسوريا. طب انا شو الفرص اللي انا موجوده؟ هل الفرص موجوده اشتغل عليها، ولا الفرص ممكن انا اخلقها لحتى تصير هاي الفرصه؟ من 10 سنوات ما كان في مفهوم التنميه البشريه، انتوا بتعرفوا حضراتكم هذا الشيء، هذا المفهوم عم بتنمى شوي شوي. طب انا اذا بنظره مستقبليه اذا عرفت انه في شيء رح يتطور فانا بكون جاهز لهذا الموضوع. اي نصيحه، وهي نصيحه لكل طلابنا هلا، اول بدايه مثل ما بيقولوا اول يوم دراسي بالجامعه لازم تنظر لما بعد الجامعه، تشتغل على اربع سنوات لحتى تقدر توصل لهذا الشيء. تماما، يمكن هذا الحكي كله بيتم عن طريق الطريق السحري اذا فينا نقول، لكن شو هي اهم الخطوات اللي نحن بنقدر نمشي بهذا الطريق السحري فيه؟ حلو كثير. اول شيء انه نحن نآمن بحالنا، يعني مثل ما حكينا انه 50% من الحكي اللي بنحكيه هو حكي سلبي، فاذا نحن ما امنا انه نحن فينا نعمل هذا الشيء فهذا شغله كثير اساسيه. النقطه الثانيه بدنا نحن نحط نغير المنظور تبعنا. شو يعني تغيير المنظور؟ ستيفن أركوفي هو يعني من عرابين التربية البشرية في العالم، قال إنه إذا بدنا نغير شيء صغير بحياتنا نغير سلوكنا، ولكن إذا بنغير شيء كتير كبير فبنغير المنظور تبعنا. المنظور تبعنا إنه لازم أنا أشتغل، لازم أتعب، رح يصير معي. يعني نحن ما بنحط دائما بمستقبلنا أو بالنظرة تبعنا إنه في شيء ممكن يوقفني. نحن كثير بحياتنا من شيء في شغلات بنلاقي مثلا واحد تاخر، واحد وقف، واحد كذا، لا بدنا نفكر بهذا الشيء. لكن الموضوع بده وقت شوي لحتى يتغير المنظور تبعنا. بس بدنا نشتغل على هذا الموضوع، بدنا نغير النظره التقليديه. احد السنوات انا كنت عم بحكي مع احد الاشخاص انه انا بدي اتخرج وبدي اتوظف. طب انت عندك امكانيات فينك تعمل غير الوظيفه بشيء ثاني، اذا ما لقيت وظيفه انا بصراحه ما بعرف شو حيصير لي، رح اتضايق، رح اتعذب. هذا المنظور، هذا منظور حقيقه لازم يتغير. فاذا غيرت هذا المنظور هذا الشيء كثير بتغير عليه. الشغله الثالثه انه لازم يشتغل على حاله بطريقه غير تقليديه. نحن كثير من الناس عم تشتغل بالطريقه التقليديه، تخرج اخذ جامعه اخذ وظيفه اشتغل الى اخره. طب انا كيف بدي شيء شخص ذا بصمه؟ اذا بدي اشتغل بالطريقه التقليديه رح يكون بصمتي عاديه. فانا لازم افكر مثل ما بيقولوا خارج الصندوق. وهذا الشيء يمكن كثير حكيناه بالتنميه البشريه، انه انا لازم افكر بطريقه ما سبقني الى حدا. دائما في شيء جديد نحن لازم نحطه. كيف انا بدي اتميز؟ انا بدي اتميز بالناس لحتى انا اقدر اعمل هذا الشيء. هلا كنا عم نحكي هذيك المره انه صار في عنا بعد ما فتحت الجامعات الخاصه اعداد مهوله من الخريجين. هذا الشيء ايام ممكن ما يكون في عندي انا مثل ما بيقولوا اعداد يعني او وظائف كافيه بالنسبه لهم. فنحن شو كنا عم نقول لهم؟ ببساطه تميز رح تلاقوا وظيفتك. يعني هلا صار عنا عدد معنا كم، فانت كون من الناس اللي في عندهم كم. هالثلاث شغلات الاساسيه اكيد رح تكون اسلحه كثير مهمه لاي شخص لحتى يوصل للطريق الصحيح بالنسبه له. نعم، خلينا كمان هيك نضوي على نقاط انه دائما الانسان ما بيوصل لحاله، فالطريق السحري يعني بيعتمد على شخص وبيعتمد على مجموعه. صحيح. ايضا خلينا نحكي بالعموم عن الاعتماد، كيف فينا نعتمد على مجموعه ايضا للوصول. أنا كثير عن جد بشكركم، اسئله حقيقه بتصب بهذا الموضوع. اول شيء اول مجموعه هي العائله. العائله نحن فيها الاب والام والاخوات، اذا ما كان في عندي تفاهم ودعم لهذه الاشخاص ما رح اقدر انا بلش بالطريق السحري تبعي. يعني ايمان العائله بهذا الشخص حقيقه رح يخلق دور كثير كبير. ان الناس الثانيين اللي نحن نقول هي المحيط الخاص فيني. يجب علينا انه ناخذ الناس الايجابيين بالمحيط. للاسف في كثير ايام الناس سلبيين، ايام في ناس كثير ما قدروا يوصلوا بسبب انه في اشخاص كانت عم تصبطهم لهذا الموضوع. فوجود الاشخاص الايجابيين بحياتنا هو شيء اساسي لحتى نحن نقدر نعمل هذا الشيء. يمكن نحن كمان نكون ايجابيين بالنسبه لغيرنا. طبعا طبعا، هذا الشيء هي شغله متبادله بيننا وبين الاشخاص. الثالث هو الثقافه والقراءه. للاسف نحن هذا الشيء نحن عم نفتقده شوي شوي للاسف. الكتاب هو حقيقة مخزون علمي جدا كبير. سأل أحد الشعراء أنت كيف صرت شاعر؟ قال له حفظت 10,000 بيت ونسيتهم، فصرت أكتب شعر. يعني أنا حفظت شغلات كثيرة. فالكتب حقيقة بتعطي دورات، يعني بتعطي بعد كثير كبير بالنسبة لنا لحتى يكون هذا محيط بالنسبة لنا. الشغلة الثالثة أنه نشوف نحن تجارب الآخرين كيف وصلوا، كيف تعبوا، كيف كذا. امبارح كنت في احد المحلات بقول له الشاب انت بتشتغل بالسوبر ماركت شو قد باي عمر؟ قال انا بصف العاشر. قلت له انا في شغله فقدتها بحياتي انه انا بصف العاشر ما درست واشتغلت. انت برافو عليك، انت عم تدرس وتشتغل. فهي شغلات، هي ثقافات لازم نحن نتعلمها، نشوف الناس شو عملت بيندمج ما بتوقع انه ممكن رح نعمل نشتغل على القصه. الشغله الثالثه
نتمنى مبادرة أو مشروع شخصي بالنسبة لنا نقدر نشتغل عليه وحتى نقدر نطور المجتمع. يعني أنا جزء من تعلمي هو أنه علم الناس مثل ما حضرتك تفضلتي وحكيتي من شوي. تماما، يعني معلومات مهمة طرحتها اليوم دكتور ضمن صباحنا، نشكرك كثير عليها. يا أهلا وسهلا. شكرا كثير لك دكتور إيهاب، ونتمنى التوفيق للكل ويكون كل الطرقات سحرية وناجحة. إن شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم العافية. ما هلأ مشاهدينا وصلنا لنشرتنا الثقافية اليومية، ونبدأها من دمشق عاصمة الياسمين يلي عم تشهد يوميا وبمشاركة شعبية واسعة مهرجان الشام تجمعنا بحديقة تشرين، ليكون انعكاس لحالة الفرح يلي عم يشعر فيها كل السوريين يلي أكيد لقت هالفرح بمهرجان الشام تجمعنا، وخصيصا بقسم التراث والحرف اليدوية يلي كانت صوتا سوريا يؤكد على استمرار هذه الحرف نظرا على أهميتها الكبيرة بحفاظ الحضارة السورية والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها من الاندثار أو الزوال. كاميرا الإخبارية السورية تواجدت بالمهرجان برفقة زميلتنا لينا شيبون ورجعت بالمادة التالية. لأن الشام شام الخير والسلام تجمعنا دوما على المحبة، وضمن مهرجان الشام بتجمعنا على أرض حديقة تشرين مشاركات مميزة كان للأعمال اليدوية والحرفية حصة فيها، لا سيما الحرف التقليدية الدمشقية والسورية، وذلك ضمن مكان يعرض مهنا تراثية عريقة وأعمالا يدوية تجمع الأصالة بروح العصر. الأقبال رائع كتير كتير، ما كنت متوقع هالسنة، والحمد لله رب العالمين بعد الانتصار اللي صار الأقبال صار غير والناس صارت غير وصارت ممكن تتأمن وتطلع وتفوت وتروح وتجي. والله الأقبال أول شيء فظيع كتير كتير، يعني شيء حلو كتير كتير، ولكن سوريا طلعت هلا عم تتعافى من جديد، الله يخلينا هالبلد ويدينها علينا يا رب، وهذا كله بفضل الجيش العربي السوري. أو بالنسبة لشراكة نحن، يعني نحن حبينا نشارك لأنه نحن كمان شو بدي أقول لك، نحن تراثيين، فالتراث اللي فينا هو بيحرضنا حتى كمان نشارك بهالأعمال هاي. نحن شاركنا في هذا الشام تجمعنا مشان نكون موجودين مع كل إنسان سوري حيحب يجي لهون ويشاركنا بهذا المهرجان الحلو. الإقبال كتير حلو كتير جيد، العالم كتير عم تطلع من الأجواء اللي كانت فيها، وخاصة إنه سوريا تعافت. نحن هلا نثبت إنه سوريا تعافت ونحن قادرين إنه نبني سوريا من أول وجديد ونعمل مهرجانات واحتفالات كتير حلوة. نحن حبينا نشارك بهي الفعالية لنثبت للعالم إنه الحرف السوري مستمر وموجود، وحبينا نشارك خاصة بمعالم سورية، ونزلنا أيقونات لسوريا لبلدنا لنحافظ على هذا التراث ونورث هاي التراث وهي الحضارة الشامية من جيل إلى آخر. المعرض كتير 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 جميل، غير يعني نحن شفناه على التلفزيون بس على أرض الواقع غير، يعني عن جد أنا بدعي الجميع لزيارته، وفي شغلات كتير يعني حلوة وما كنا بنتوقع إنه المعرض، وأكثر شيء حلو المعرض إنه المعرض فترته طويلة، يعني معك وقت تشوفيه، هو ما بيخلص بيوم واحد، بدك تشوفيه بيوم ويومين وثلاثة. والله أجواء حلوة كتير منيحة، يعني هاي رجعت الشعب يجتمع من أول وجديد على المحبة وعلى الخير، إن شاء الله على طول هيك كل فترة يكون في مهرجان جديد. إيه أنا جاي من اللاذقية للسور، كتير المهرجان حلو، أكتر شيء حلو لهون الشرقيات. بعد انتصارات الجيش العربي السوري أجواء كتير حلوة بالشام، وبتمنى لكل المغتربين يرجعوا على الشام، وسوريا بتجمعنا كلياتنا. حرف يدوية تقليدية تميزت بحضورها المتألق ببصمة صناع أكدوا ضمن مشاركتهم الحفاظ على الإرث العريق والتفوق المنتج السوري في وضع بصمته الخاصة في مختلف المعارض والمهرجانات.
وإلى مصر التي عرضت فيها قطع أثرية بتعود للعصرين البطلمي والإسلامي في المتحف المصري بقلب القاهرة بعدما يربو على شهر على مصادرة السلطات الإيطالية لها من مهربين منظمين وإعادتها لمصر. وتضم المجموعة المعروضة 19,000 قطعة نقدية معدنية تعود إلى العصر اليوناني والروماني. خلينا نتابع سوا. الحاجة الغريبة انت عندك كل ده عصر مختلف ومصنوع من مواد مختلفة، فده بيطرح السؤال الوقت اللي الناس دول او العصابة دي اللي استغرقت وقت انها تدور على الاثار دي، دي بان عليها منظمين عارفين المنطقة، جابوا المنطقة الجغرافية مصر شمال وجنوب عشان يطلعوا الاثار دي، لكن طبعا عناية ربنا انها رجعت لبلدها تاني. عندك آثار نادرة جدا زي عملات معدنية من عصر بطليميوس الثاني. عمل الترميم التابوت كان فيه، ما كانش مكسر، هو كان منفصل، في بعض الأجزاء منه منفصلة، وقام قسم الترميم بالمتحف بترميمه. كمان كان فيه تمثال من البرونز لإحدى المعبودات، ده كان الساق بتاعه برضو منفصلة تم ترميمها. وهنا احنا عارضين الصور قبل الترميم، والأثر قدامنا واضح ايه هو بعد الترميم. كانت أهم الأخبار الثقافية بسوريا والعالم، واللي كل يوم بنقوم بجولة صحيح. على أخبارنا الثقافية اللي ما توقفت أبدا، النشاطات الثقافية بسوريا. فاصل صغير ومكملين. وصلنا لمحطتنا الطبية لليوم يلي رح نحكي فيها عن خلل عمل أحد الهرمونات بجسم الأنثى وتأثيراته عليها، وهو هرمون الذكور ويلي بتم إنتاجه من المبايض والغدد الكظرية لكن بمستويات منخفضة. هيدا الهرمون يا أريج بيأثر هرمون الذكور على العديد من الأجهزة الوظيفية، وفي حال وجود اختلال بمستوى إفرازه مثل زيادة إفراز أو نقص إفراز أيضا سيؤثر في وظائف
الجسم الطبيعية، نتعرف على الأسباب والعلاج. أكيد بصيرنا نرحب بالدكتور زياد زودي، استشاري سكري وغدة سم. مرحبا، صباح الخير. يسعد صباحك. النور ليا. يسعد صباحك دكتور، كيفك؟ الحمد لله على السلامة. يخليكم دكتور. مثل ما حكينا بالبداية، مثل ما بنعرف انه هرمون الذكورة موجود بنسبة معتدلة عند الأنثى، لكن إذا صار في زيادة لهالهرمون شو الأعراض اللي ممكن تظهر؟ هلا بدنا نقول أريج انه ممكن يكون الأسباب داخلية لزيادة الإفراز، أو أسباب أوقات خارجية، وعم نشوفها الرياضيات اللي بياخذوا أدوية مشان منشطات او شيء، او اللي بياخذوا كورتيزون ممكن تاثر بشكل سلبي على الموضوع. عند كل انثى في عندها كميه ضئيله من الهرمونات الذكوريه، بس تختل النسبه وترتفع هالهرمونات بتاثر بشكل سلبي على كثير امور، وممكن نشوفها بكل الاعمار. بصير في عندنا تساقط بشعر الراس وخاصه المنطقه الاماميه، بصير في عندنا اشعار تطلع بالوجه، سوالف حوالي الدقن، اوقات بالرقبه، شوارب. طبعا الدرجه بتختلف من بنت لبنت. بالجسم بيطلع اشعار كمان بشكل زايد، ما بتلحق تشيلهم بيرجعوا بيطلعوا. بيطلع بشباب كمان بالوش بالظهر، بتتخربط الدوره الشهريه، بزيد شعر الراس كثير. كلها هي علامات بتوجهنا انه في عندنا زياده بالهرمون الذكري. بدنا نقول على شغله كثير مهمه وكثير بنصادفها، انه بيراجعوا اكثر البنات اطباء الجلديه او اطباء النسائيه، بيطلبوا لهم تحليل الهرمونات الذكوريه، لانه مو هرمون واحد، اكثر من هرمون. في عندنا التستوستيرون، عندنا الدلتا 4 اندروستانديون، يعني عندنا كثير هرمونات، مو هرمون واحد. الديهيدرو اي بي اندروستانديون سلفات بيطعم الغده اللي فوق الكليه، اسمها الغده الكظريه. اوقات بنلاقي انه التحاليل طبيعيه، بس مو معناتها ما عندنا شيء. هي كثير شغله مهمه، لانه الدكاتره بيقولوا لهم انه ما عندكم شيء، التحاليل طلعت طبيعيه. نحن بنعرف انه على مستوى الجلد بيتحول التستوستيرون لهرمون اقوى ب 100 مره، اسمه ديهيدرو تستوستيرون. في خميره اسمها 5 الفا ريدكتاز موجوده على مستوى الجلد، وهي اللي بتكون مفعله. معناتها مو كل وحده طلع عندها هرموناتها بالدم طبيعيه ما عندها شيء. هي شغله كثير مهمه، ونحن نعرف انه زاويتنا بيشوفوها وقت اطباء بس ما هم اختصاصيين. يعني هالكلام موجه مو بس للعالم، موجه للاطباء وحتى للصيادله وللي عندهم مخابر. نعم. طب دكتور، يعني نحن حكينا عن زياده بالهرمون الذكوري، خلينا نحكي في حالة اسمها نقص هرمون نقص الذكوري بالجسم. موجود بس انه نادرا ما نشوفه. هلا هو الدي اتش او اس اللي كنت عم بقول عليه لأريج، من عده سنوات صار يباع بالصيدليات بدون، يعني هذا يسموه متمم غذائي، انه اوقات بيصير في نقص بالشهوه الجنسيه، بالرغبه الجنسيه، بيصير في عنا تعب، بيصير في عنا، عللوا هالامر للنقص الدي اتش او اس، بس هذا نادرا ما نشوفه. الحقيقه هو الزياده هو اللي اكثر، هو الحاله الشائعه اكثر. بعدين الزياده نحن بدنا نقول انه المصادر اللي بتنتج عنا هي المبايض، هي الغده فوق الكليه، الغده الكظريه، وهي الطبقه الشحميه تحت الجلد. شو يعني؟ يعني كل ما زاد الوزن عند اي بنت رح يزيد تحويل الهرمون الذكري، لانه نحن في عنا هرمون انثوي كثير مهم اسمه استراديول، بيتحول بالطبقه الشحميه لهرمون له خواص مذكره اسمه استرون. وكل ما زاد سماكه الطبقه الشحميه، يعني كل ما زاد وزن الانسه او السيده، كل ما تفاقمت حالتها. معناتها ما عندنا مصلحه ابدا انه يزيد وزننا. هي شغله كثير كثير مهمه. ونحن كثير بناكد على الموضوع. اوقات في منهم بياخذوا ادويه لا لحالهم، يا عن طريق اطباء نسائيه، تكون الدوره عم تجي بشكل غزير، بياخذوا هرمون اسمه بروجسترون. البروجسترون هرمون كثير مهم، موجود عند الانثى وبنعطيه لتثبيت الحمل، موجود بشكل، يعني المستحضر موجود بشكل طبيعي. شو يعني طبيعي؟ نفس البروجسترون اللي بينفرز عند الانثى موجود، بس لسوء الحظ عم ينوصف اسماء كثير سيئه. هي خلينا نقول
يعني مو بروجستيرون طبيعي، هو مشتق من البروجستيرون وله خواص مذكره. وهي يوميا بنشوفها، يا اما لحالهم البنات عم ياخذوا، او انه مثلا كانوا بالشهر الفضيل ياخذوا حتى الدوره ما تجيهم، او بدهم يروحوا على البحر بدون انه على المسبح انه ما تجيهم دوره بياخذوا. وهي كثير له اثار سلبيه. بننصح انه ما ينعطى يعني غير البروجستيرون، احنا بنسميه الناتشرال، الناتشرال بروجستيرون يعني الطبيعي 100% اللي يماثل البروجستيرون اللي بينفرز من عند الانثى بالجزء الثاني من الدوره. احنا بنعرف عندنا بال 15 يوم الاولانيات بينفرز الاستراديول، بعدين بيطبعوا وقت يصير في جسم الاصفر بينفرز البروجستيرون. ولازم وقت نعطي البروجستيرون اذا عندنا نقص فيه نعطي البروجستيرون طبيعي، واسمه حتى رح اقول اسمه التجاري اسمه اتروجستون، لانه موجود عندنا استيراد نظامي ما ينعطى اي مستحضر ثاني على الاطلاق. دكتور ذكرت لنا يعني بعض النقاط اللي ممكن والعوامل اللي ممكن تاثر على زياده بهالهرمون، لكن يمكن الاسباب الاساسيه يلي لازم كل صبيه تنتبه ان كان بجرعات الادويه اللي عم تاخذها، ان كان كمان بزياده الوزن حكيت لنا، شو هي النقاط الاساسيه لازم صبيه تنتبه لها لحتى ما يزيد هالهرمون عندها؟ هلا في شيء ريج لنا داخلي وفي شيء وراثي وفي شيء خارجي. بدنا ناكد على ناحيه مهمه، في علاقه كثير بين السكري عند الاهل، عند الجد او الجده، وعند الاولاد وعند الاحفاد. يعني كل بيجينا كثير اوقات على العياده الجد او الجده معه سكري، والحفيده معها اعراض زياده بالهرمون الذكري. بيقول دكتور بس هلا صار معها على زعل التيتا او على رعبه او على شيء. طبعا الزعل والرعبه ما بيساوي سكر، ولا قلنا دائما بنقول اللي بده يصير، يعني كان كل السوريين صار معهم سكر من 7 سنين لهلا لو انه الرعبه هي السبب انه يصير معنا سكر. تماما. هلا نحن مبرمجين وقت ما بنولد انه يصير معنا شيء بالمستقبل، ونمط حياتنا بيلعب دور كثير سلبي انه حتى نعجل انه يصير هالشيء. مثل ما قلنا في علاقه بين السكري وبين هالموضوع، وقت يزيد وزننا تزيد الامور، وفي علاقه بين هرمون الانسولين يلي بينفرز من الخلايا بيتا من البنكرياس وبين الهرمون الذكري. كل ما صار في عندنا زياده وزن صار في مقاومه لعمل الانسولين. مشان هيك لو نحكي على العلاج بعد شوي، في ادويه بنعطيها نحن لمرضى السكري بنعطيها هون للبنت او للسيده اللي عندها زياده بالهرمون الذكري بدون ما يكون عندها سكري هي. نمط الحياة كثير مهم. No. وقت ناكل نحن اكلات جاهزة وفاست فود وشغلات دسمة ومقالي هي دائما دكتور دائما دكتور بيحذرنا بعده عن الفاست فود، بعده عن البطاطا المقلية، عن الشيبس. بين ستايل اوف لايف نمط الحياة وبين شو بده يصير معنا. يعني ما في شيء هيك دخيل الله، الله هيك بده. اكيد مو الله هيك بده. دكتور قبل ما ننتقل لحالات العلاج والعلاج المبكر وهدول القصص، الفيتامين دائما بيقولوا انه عم تاخذي فيتامين فهذا الشيء يمكن بيزيد يمكن للسيده نسبه بصير في شعر بالوش او بصير اي شيء اوميجا 3 او هيك، هدول الشغلات صح ولا لا؟ بيزيدوا الهرمون الذكوري او لا؟ المهتمات الغذائيه يلي حاويه فقط على الفيتامينات ما لها مشاكل. بس أوكي. اوقات بيكون في خلطات، يعني احنا عم يجينا لحبوب ما انا مرخصه من وزاره الصحه على اساس انه هي جايه من الصين وكبسولات ما بنعرف شو فيها. أيه. حاطين فيها اعشاب وفكروا العالم انه كل شيء عشبي هو امن. اوكي. وهذا ما هو صحيح. طب يعني شو يعني يمكن الفيتامين او شيء يحفز هيدا الهرمون؟ هلا الفيتامين ليا بيزيد الشهيه. احنا ما عندنا مشكله زادت الشهيه، بس نعرف شو بدنا ناكل. إذا أكلنا خضرة وفواكه موسمية لو زادت شهيتنا ما عندنا مشكلة، بس نحن إذا أكلنا أكلات بتزيد الوزن هي القصص. يعني الفاست فود كتير سيء، اللي فيها مواد حافظة الأجبان المدورة والمربعة واللي بتندهن هي كتير سيئة، الأشقوان كتير سيئة. دكتور الدجاج ممكن يقولوا أنه في بعض الأحيان جلدة الدجاج أريج الجلدة وخصة جلدة الرقبة بيتجمع فيها الهرمون. نحن بنعرف انه بينعطى مو بس عنا حتى برا بينعطى، يعني نادرا ما نشوف انه بينعطى بس حبوب، دائما بينعطى مستحضرات للعلف وبقلبه فيه هرمون. بس الهرمون بيتوضع اكثر شيء بالجلدة. مشان هيك الشاورما
شاورما الدجاج مثلا كثير سيئه، والمايونيز والكاتشب والكريمات وهدول كثير سيئين. هدول بصير نحن بنخلي الامور تكاسد، بناخذ الدجاج بناخذ بدون الجلده وخصها الفخذ مثلا، الفخذ الدبوس بنسميه او الظهر السفينه بدون الجلده، ونبعد عن المقالي وعن البروستد. كثير هي بتصير في سعرات حراريه. شو صفي ناكل بدون هلا؟ عن جد بس في شيء دكتور، دائما انت بتركز على الاكل انه بعد البروستد وشاورما قضى علينا، وهي اسوء انواع الاكل. تماما. يعني دكتور ذكرنا عن اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي لزياده بهالهرمون وكيف الاعراض ممكن تظهر، بهمنا مرحله العلاج كيف بتكون. بدي اقول شغله كثير مهمه بمرحله العلاج، وهي يوميا مصادفه، والصيادله بدقوا لنا بشكل مستمر. حتى اجتني الخميس قلت امبارح سيده، قال زوجها وقت يروح لعند الصيدلي صار يستحي من الصيدلي، لانه هذا الدواء اللي بنعطيه هو مضاد للخميرة كنا عم نقول عليها اللي اسمها 5000 ريدوكتاز، اللي بتحول التستوستيرون لديهيدروتستوستيرون اللي هو اقوى ب 100 مره، واللي هو كثير بيزيد نشاط الهرمون الذكري. هالدواء بينعطى لحاله عند الذكور اللي عندهم مشكله بالبروستات. بقى اجت لعندي اول امبارح سيده، قال دكتور يعني ما بياثر على البروستات تبعي؟ جيت قلت لها ليش السيده عندها بروستات؟ قال انا دائما كل ما بيروح زوجي لعند الصيدلي بده يشتري الدواء بيقول له هذا للبروستات. ممنون نحن لكل الصيادله اللي عم يسمعونا، هذا بينعطى للنساء اللي عندهم زياده بالهرمون الذكري، بس ما بينعطى اثناء الحمل. تمام؟ معناتها نحن قبل 3 أشهر من الحمل بدنا نوقفه، اذا سيده عم تاخده بدنا تستعمل واسطه منع حمل غير الادويه الهرمونيه. يعني في عندنا وسائط ثانيه لمنع الحمل غير الادويه الهرمونيه، هي شغله مهمه. الدواء الثاني اللي دواء تركيبه ميتفورمين. هذا بنعطيه نحن لمرضى السكري، اسمه جلوكوفاج، اسمه ميتفورال، اسمه ميتفورمين، اسماء تجاريه متعدده. بينعطى هون للسيده او للانسه اللي عندها زياده بالهرمون الذكري، حسب اذا عندنا زياده وزن ولا ما عندنا زياده وزن. اذا عندنا زياده وزن لازم نبعد قدر الامكان عن الادويه الهرمونيه، بدنا نعطي الميتفورمين مع نظام غذائي مع رياضه. تمام؟ عندنا دواء ثاني مدر للبول، بينعطى معه ارتفاع بالضغط. هون ما عم نعطيه لارتفاع الضغط، عم نعطيه لانه بينزل الهرمون الذكري. تركيبه سبيرونولاكتون، كنا نعطيه سابقا اول ما اكتشف للرجال وللنساء، لانه وقت نعطيه للرجال عم يتساقط شعر جسمهم، عم كمان اللحيه عم تخف، عم يصير صوتهم ناعم، عملنا تحليل للتستوستيرون عندهم لقيناه انخفض. صرنا نعطيه فقط للنساء وخصوصا اذا عندهم زياده بالهرمون الذكري، ونعطيه للرجال اذا اضطرينا كثير كثير بجرعه صغيره. في عنا أدوية متعددة حسب الحالة وحسب إذا في عنا زيادة وزن ولا ما عنا زيادة وزن، بس دائما العلاج ما هو بس دواء. نحن نقول دائما عنا دائرة فيها 3 مثلثات، مثلث اللي هو تلت العلاج هو دواء، وتلته هو أكل نعرف شو بدنا ناكل، وتلته هو رياضة. إذا بنشينا على التلت فقط هو الدواء ما رح نستفاد. وبعدين عمر جذر الشعرة 6 أشهر، يعني إذا بدينا بالعلاج اليوم ما رح نستفاد بكرة أو بعد شهر. تماما. بعد 6 أشهر لنبدا نستفيد، بده يكون في متابعه، وقد ما عملنا ليزر بده يرد يطلع الشعر. كثير مهم المتابعه دكتور، لانه في كثير اشخاص يعني بيتبعوا ان كان نظام غذائي او حتى ممارسه الرياضه او تناولهم للادويه وما بيكون في متابعه للموضوع، وفي بعض الحالات يمكن وبعض الامراض اللي هي ممكن يلاحظ الواحد شويه افاده بالبدايه فهو خلص بيكتفي من الدواء. أنا ريج بوعد مشاهدينا كلهم إنه بيستفادوا، بس أهم شيء مثل ما عم تقولي كتير شغلة حلوة إنه يتابعوا ونعرف بالضبط الأدوية اللي بدنا ناخدها. يعني كتير مهم أوقات منشوف نحن بعياداتنا إنه من نفس العائلة الدوائية عدة زمر عم تتاخد مع بعض. دائما هالموضوع هو تابع لطبيب الغدد، لازم نراجع طبيب الغدد. ونحن يعني ما عندنا ثقافة طبية لحد هلا، نشكر الله صار في هلا الإعلام عم يساعدنا وعم نحاول نعمل توعية للناس إنه وقت يكون في زيادة بالهرمون الذكري بكون توجه مو لعن طبيب الجلدية ولا عن طبيب النسائية، لعن طبيب الغدد، لأنه هي شغلته كتير كتير شغلة مهمة. وكل ما بكرنا بالعلاج أكثر كل ما كان، لأنه وقت بصير عندنا زيادة بالهرمون الذكري عند الصغار بصير عندهم بلوغ باكر، وصار بلوغ باكر بيأثر على طول المستقبل، وغير إنه بتكون لسه على البنت يعني ما أنا
يعني بعدها طفلة بعدها صار عندها بلوغ باكر، الشغلة كتير صعبة. طب دكتور يعني هي الحالة خلينا هيك نضوي عليها شوي، لأنه نحنا كتير عم نشوفها بالمجتمع، وفي حالات أنه يعني صف تاني أو تالت أو رابع يعني وقت كتير بكير البنت عم تعمل البلوغ. خلينا نحكي بعيدا عن الغذاء الخاطئ وبعيدا عن الأكل الخاطئ يلي دائما نحن نترك لهذا الموضوع، كيف بيتم يمكن العلاج للأطفال؟ هلا كتير مهم ليا إنه وقت نشوف نحن أشعار بالمنطقة العانية على عمر صغير عند بنت، عم نشوف عم يطلع تحت الباط ريحة جسم ما بتطلع غير عند البالغين، عم يطلع اشعار هي اهم شغله، انه اشعار المنطقه العانه وريحه باط وعم الثديين بده انه هيك يظهروا شوي. طب ايمتى العمر الصح؟ هلا نحن لازم فوق العشر سنين، حتى نحن كنا نقول 12 سنه، بس في عوامل كثير عم تلعب دور انه عم تسبق. ليش؟ نمط الحياه، اول شيء الحراره، حراره الجو كل ما عم بتزيد بسبب عوامل كثير كبيره ما رح ندخل فيها. نمط الاكل اللي هو خاطئ سيء جدا، نمط الحياه مو بس الاكل، قاعدين كل الوقت على الواتساب على اللابتوب على الكمبيوترات، ما عم نتحرك، ما عاد عملنا رياضه، ما عاد مشينا، كله هذا عم بياثر، والعامل الوراثي بيلعب دور كله عم بيؤدي انه عم نشوف بنات على اصغر واصغر عم يصير عندهم بلوغ باكر. بس نحن لازم دغري وقت ما نشوف اي شيء ما نو ضابط راح عند دكتور الغدة حصراً. طبعاً طبعاً. حصراً. وحتى عنا كسل، وقت يكون في عنا كسل بالغدة الدرقية، وأنا بحاول إنه بكل فقرة أطلع فيها معكم أقول إنه لازم نعمل TSH. صح. بالأيام الأولى من حياة الوليد. ونحن نطلبه، ما ننتظر لا طبيب الأطفال ولا طبيب الغدد، نحن نطلبه لكل طفل أو طفلة بالأيام الأولى من حياته. إذا كان في عنا كسل بالغدة الدرقية ما تعالج، مشكلة راح تدوم مدى الحياة، وهي عاهة راح تكون عن طفلة عن طفلنا وعن طفلتنا. وبيأثر غير موضوع، رح يأثر على التطور الروحي الحركي، انه بصير في عنا بلوغ باكر مستقبلا. دكتور ذكرت لنا انه مو شرط يمكن يبين بالتحاليل انه الشخص الصبية مع زيادة بهرمون الذكور، كيف بيتم التشخيص؟ التشخيص أريج في له عدة، يعني نحن اذا عملنا ايكو للموبايل اوقات بنشوف في عنا مبيض متعدد الكيسات، هي بتوجهنا. نحن سريريا اذا بنت عم يطلع لها اشعار بمنطقه غير مرغوبه، عم يتساقط شعرها بالمنطقه الاماميه، تمام، الدوره الشهريه عم تخربط عندها، ما ضروري يكون كلهم موجودين، عندها ارتفاع بالبرولاكتين، هرمون البرولاكتين مرينا عليك بسرعه، هرمون البرولاكتين هو هرمون الحليب بصير عند السيده وقت بدها بتصير في حمل حتى يتحضروا الثديين للارضاع الوالدي بعد الولاده، وقت يصير في عندنا تحجير بالثديين قبل الدورة الشهرية، أي وحدة بنت ما أنا مزوجة لسه، بس يعني الدكتور مثل الحجر الثديين، وبس يصير في بعدين الدورة بيخف التحجير، عندنا زيادة بالبرولاكتين، في علاقة كثير بين البرولاكتين وبين زيادة الهرمون، نطلب البرولاكتين، في أدوية هلا بسبب الأزمة وبسبب الحرب اللي مرينا فيها، في أدوية عصبية نفسية بنوصفها أوقات بياخذوها مرضانا لحالهم بيكرروها، بيروحوا لعند الصيدلي تؤدي لارتفاع البرولاكتين، وهذا بيأثر بشكل سلبي على الموضوع. معناتها نحن بدنا يعني سريريا الطبيب هو اذا عنده اعراض السيده او الانسه لازم تروح عند طبيب الغدد، وهو اللي بيعرف شو بده يطلب او شو بده يعني دائما دكتور هيك مساحتنا معك بتخلص بسرعه من كثره المعلومات. ماتيلدا بتوقف ورانا شفتها يعني طبعا من كثره المعلومات المهمه يلي عن جد بتحاكي كل بيت وكل ام، وبتقدم توعيه كثير مهمه. ناطرينك بحلقات جايه وبمواضيع كمان بتهم الكبار والصغار. ميرسي كثير دكتور زياد زودي. ميرسي. شكرا لك دكتور، معلومات مفيده اليوم طرحنا ضمن صباحنا. شكرا أريش، شكرا ليا، شكرا الاخباريه، وشكرا ماتيلدا، وشكرا لكل من عم يشوفنا. اهلا وسهلا. اما هلا مشاهدينا صار وقت ننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر واهم الانباء مع زميلتنا هلا العلي. صباح الخير هلا. صباح الخير أريج، موجز لاهم واخر الانباء بعد الفاصل. The
موجز العاشرة صباحا، أهلا بكم. تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية في منطقة بصرة الشام، وذكر مراسل الإخبارية الحربي أن الاتفاق ينص على البدء بوقف إطلاق النار وقيام المجموعات الإرهابية بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط في جميع المدن والبلدات وتسوية أوضاع من يرغب بالبقاء من المسلحين وخروج الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى أدلب. وأضاف المراسل أن الاتفاق ينص على عودة الأهالي الذين خرجوا من مدنهم وبلداتهم إليها وعودة مؤسسات الدولة لتمارس عملها في المدن والبلدات بعد خروج الإرهابيين غير الراغبين بتسوية أوضاعهم. وأشار المراسل إلى أن الاتفاق يقضي أيضا باستخدام الدولة السورية كل نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية. أعلن مصدر عسكري رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن بريف درعا الجنوبي، وقال المصدر إن قواتنا المسلحة الباسلة رفعت علم الوطن على معبر نصيب الحدودي، كما سيطرت وحدات الجيش العربي السوري على بلدة النعيمة على مشارف مدينة درعا من الجهة الشرقية بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيها. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 57 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى قمعها المتظاهرين الفلسطينيين في إطار فعاليات مسيرات العودة شرقي غزة. مصادر طبية فلسطينية قالت إن الفلسطيني محمد أبو حليمة استشهد جراء إصابته في الصدر برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة، كما أصيب أكثر من 46 مواطن إثر قصف مدفعي أقدمت عليه قوات الاحتلال وإطلاقها الرصاص الحي على مجموعة من المتظاهرين حاولوا اختراق الخط الفاصل شرق غزة، بينما تسبب انفجاران في جموع المتظاهرين بوقوع عشرات الإصابات. وفي خبرنا الأخير، تصدت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية لاعتداءات قوات التحالف العدوان السعودي ومرتزقته على منطقة لتحيطة بالساحل الغربي لليمن، فيما استهدفت القوة الصاروخية اليمنية بصاروخ باليستي المدينة الصناعية التابعة للنظام السعودي في جيزان جنوب غرب السعودية. مصدر عسكري يمني قال إن الجيش اليمني واللجان الشعبية دمروا 10 آليات عسكرية خلال التصدي للهجمات على منطقة لتحيطة اليمنية، ما أدى إلى مقتل 28 من مرتزقة العدوان وإصابة العشرات. هذا الموجز انتهى، عودة إلى استوديو صباح نغير. شكرا لك. هلا أما هلا مكفين باقي فقراتنا الصباحية، وصلنا لمحطتنا الأخيرة يلي رح نترافق فيها بعالم الفن التشكيلي يلي دائما بيوحد مساحة من الجمال وأيضا بيلتقي عند كل من الذائقة والإحساس، لكن هالمرة الفن افترش له مساحة خضراء بحديقة تشرين ليكون ملتقى الجمال بالشام بتجمعنا مكان لتلاقي الفكر والإبداع. وصباحنا غير لليوم رح يكون مع الفنان التشكيلي مهند السريع المحاضر بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك والمالتي ميديا. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا مهند. الحمد لله. يا هلا. هلا وسهلا فيك مهند. بالبداية يمكن اشتقنا لهيك الشام بتجمعنا، اشتقنا للمهرجانات والجمعات الحلوة بعد سنوات من طبعاً. الحرب على سوريا طبعاً. اليوم خلينا نحكي عن مشاركتك بمهرجان الشام بتجمعنا، وكيف كانت المشاركة يلي عكست يعني عكست شغلك فيها. هلا طبعا أنا تلقيت دعوة من مديرية الفنون وزارة الثقافة بملتقى التصوير والنحت، أنا اختصاصي تصوير، وكانت أول مرة أنه أنقل مرسمي من الصالة على الطبيعة، وكان في استغراب بعض الشيء من الناس، يعني أنه شو عم يعملوا هدول أو شو هو الفن التشكيلي، وصار في أحاديث وحوارات. يعني كيف كان يعني بالفعل الزائر وقتها يجي على الحديقة ويتفرج عليكم، كيف كان عم يكون تفاعل الناس، وهل عم تقدموا لهم يمكن معلومة أو شرح أيضا من خلال زيارتهم لكم؟ هلا شيء أكيد طبعا، يعني الناس لما بتجي لعنا بتشوف اللوحة بتشوف الأعمال في عدد من الفنانين التشكيليين، في كل واحد له أسلوبه الخاص إن كان تجريد أو تعبير أو واقعي، فعم بصير أسئلة من الناس أو من المتلقي عن
لوحة أي فنان، فنحن عم نجاوبهم وعم نعمل لهم شرح كامل عن الفن التشكيلي، لأنه بعضهم ما يعني ما عنده أي علم شو هو الفن التشكيلي، ممكن يعرف إنه هو عبارة عن رسم بورتري أو لوحة واقعية، أما الفن التشكيلي هو فن واسع، مدارس واسعة، فعم نشرح مع العالم كيف هو الفن التشكيلي هون. مهند، خلينا ننتقل من الشام للسويد ومشاركتك بمعرض صرخة جمالية اسمه، خلينا نحكي عن هي المشاركة وشو هنن يمكن أبرز اللوحات اللي شاركت فيها. هلأ معرض أقيم بمملكة السويد مدينة ساند فيغان بإشراف الدكتور الفنان الكبير عهد الناصر رجوب، وتم استدعاء بعض من الفنانين الشباب السوريين بعنوان صرخة جمالية سورية، وهي نقل الرسالة إنه سوريا الجميلة، سوريا اللي فيها حب بعد 7 سنين من الحرب، فعم نأرجي الصورة مكان تاني. وتسلط كتير يعني الإعلام هنيك بالسويد على المعرض اللي صار بالمدينة بمدينة ساند فيغان، والصحف يعني كانوا ما يعني إنه معقول في فن ضمن حرب. تماما، هي دائما يعني بيتم السؤال عنا والاجابه بتكون عند السوريين اللي بيثبتوا انتصار الحياه واستمرارها بسوريا وقت يشاركوا باهم المعارض والمهرجانات بالخارج. ايه اكيد طبعا. هلا انا شاركت بثمان اعمال هنيك وكانت رسالتي هي انه بعد في حياه بعد الحرب. وكيف عم نأرجي العالم انه هنيك بالسويد انه سوريا فيها فن، فيها موسيقى، فيها كل شيء، فكل واحد من الفنانين هنيك اعطى صورته بالمعرض اللي صار. نعم. مهند، لكل فنان له بصمه بالحياه ويمكن بتقدر تقفره من بصمته، يعني خلص بنقول هي عامله فلان، هي عامله فلان، في كل حدا له بصمه. خلينا نحكي يمكن على شو اكثر شيء بتعتمد بالفن التشكيلي. هلا كل واحد يعني الفنان هو بيعطي شو في بداخله بينقله على اللوحه. فانا الشغل اللي بشتغله هو شغل تعبيري قريب على الواقع، احيانا بجرد شوي. فبتصير احيانا بين اللوحه والمتلقي او اللي عم بشوف اللوحه انه تحريض من اللوحه، انه بتحرضه انه بيحكي شو قصدي انا بهالعمل او شو عم بفكر الفنان لحتى رسم هذا الشيء. فالفنان هو بيرسم روحه يعني اكثر شيء. ايضا مهند، مو بس صورتك واضحة بمهرجان بكرة، عفوا الشام تجمعنا كمان في بكرة، قلنا مختص ومشرف متابع بالفنون البصرية، خبرنا أكثر عن هالتجربة. هلا مشروع بكرة قلنا هو توجيه إلى الطفل، استغلال الموهبة تبعيته والحفاظ عليها. وطبعا عملنا بمشروع بكرة قلنا دورات للأساتذة والمدربين كيف التعامل مع الطفل بإشراف دكاترة علم نفس ودكاترة بقسم الفنون الجميلة، لحتى نعرف كيف نتعامل مع الطفل، لأنه الطفل هو موضوع حساس بالتأكيد. يعني ما فينا إنه نتعامل، الطفل أحيانا بيعطي صورته الداخلية بالرسم وأحيانا ما بيقدر يحكي، فأحاسيس الأحاسيس تبعه بعطيها بالرسم، أحيانا علم النفس بيشوفوا الطفل كيف عم بفكر، كيف الخط، صح؟ كيف الرسمة. ونحن يعني بالمرحلتين الماضيات بمشروع بكرة إلنا قمنا تعليمهم مع عدم لمسهم اي لوحه، يعني ما بنقرب على اللوحه تبعيته، ما يعني لانه كل طفل فنان، ومثل ما بيقول في مقوله لسقراط انه علموا اطفالكم الفنون ثم اغلقوا السجون. نعم، يعني مشاركة أكيد بتكون فعالة وإلى طابع الخاص، خاصة أنه عم بيتم التعامل وتدريب مشرفين لحتى يعرفوا يتعاملوا أكثر مع الأطفال. قديش كان في لمسة مختلفة بهالمشروع؟ أكيد صار في لمسة كبيرة. هلأ نحن انتقلنا بعدين، خلينا الطفل هو اللي بيزين مدرسته، وفي المرحلة الثانية بده يزين الحي تبعه. يعني العمل هلأ قمنا بتزيين حوالي 30 مركز أو مدرسة، كان عمل الطفل فيها 80% من عمل. طبعا المدرب هو إشراف على عمل الطالب أو الطفل اللي عم يعمل
هالشيء. نعم مهند، يعني دائما اي طفل ببلش يرسم يعني او اي اهل بيسجلوا الاطفال بدورات رسم وهيك، في اطفال يعني اوريدي بيعرفوا يرسموا، في اطفال في شيء جواتهم بس صعب انه هن يمكن يترجموه على ارض الواقع. خلينا نحكي كيف لازم الاستاذ او المدرب هو هيك يهتم فيهم اكثر، يطلع شيء جواته. يعني في اساليب خاصه وخاصه بالطفل، بما انه اليوم طفلنا كثير بحاجه انه هو يفرغ طاقته بمواهب جواته. هلا الطفل بدنا اول شيء قبل ما نعلمه بدنا نعرف شو عم بيرسم، شو عم بيفكر، كيف يعني ممكن الطفل يرسم سلاح. نحن احيانا بنقول ليش ترسم سلاح، نحط له ورده، رسوم ورده مزهرية هذا التوجيه كثير مهم بهالوقت. طبعا يعني نحاول انه نشيل الفكر العنف، لانه نحن بحرب عم بيشوف اشياء غريبه، فنحن عم نحاول انه نشيل هالفكره من راسه. وطبعا الطفل لحد 12 سنة وما دون لازم ما بنقرب عليه أو نتركه لحاله. بعد 12 سنة بنبلش نعلمه الشيء الأكاديمي. لأنه الطفل، لأنه كل طفل، مع أنه بيقولوا علمون بعمر يعني صغير هالشيء، نحن نحربه. في تحريض وفي تعليم. التعليم بعد 12 سنة والتحريض قبل 12 سنة. نحن بنحرضه، نحن بنقول له رسوم طبيعة، رسوم مزهرية، رسوم أي شيء. نعطيه مواد، نعطيه ساحة كاملة إنه يرسم. حابين نتعرف مهند شو مشاريعك الأخيرة اللي عم تحضر لها؟ هلا أنا عم بحاول هلا إنه أعمل أو عم بشتغل على معرض فردي. كنت دائما تشارك بمعارض جماعية؟ أنا مشارك معارض جماعية من معرض الربيع ومعرض الخريف في وزارة الثقافة. وورشات عمل جداريات إعادة الأعمار في سوريا. طبعا اللوحات الجدارية توزعت على الكليات. ومشارك بعض مع الزملاء اللي من الفنانين التشكيليين في بعض المعارض الجماعية. هلا عم تحضر لمعرض فردي؟ هلا عم حضر لمعرضي الفردي. موفق يا رب بكل خطواتك مهند، اليوم هيك انبسطنا بصباحنا معك. موفق وان شاء الله نشوفك عم تشارك بمعارض عالمية. شكرا كثير. شكرا لك مهند. يعني ليا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، واكيد رح نبقى على الموعد كل يوم الساعه 9 الصبح وبالاعاده الساعه 1 ليلا، ومع بدايه هالصباح ان شاء الله بقيه النهار يحمل كل الخير والفرح والسلام لكم مشاهدينا، وتبقوا بالف خير. شكرا لك أريج، واكيد شكرا لكل فريق العمل، واكيد ختامنا رح يبقى يحمل كل الامل بوجودكم وصمودكم ابطالنا ابطال الجيش العربي السوري. اكيد تحيتنا من القلب لكم، الله يحميكم يا شباب. شكرا لكل المشاهدين، باي باي.